حكيت لها قالت لي يا بلال الله يخليك ماذا بيا نخرجوا هاد لي بيسيون بومبا بومبا عرف برك كيف تروح. انا بروميت لها وقتها يا ربي اسمح لي رانا في رمضان، لكن الله غالب محترمها بزاف قريبه منا، كل ما نكلموها تجينا. مي جامي دارت في بالها بلي راح تطيح فهاد الطيحه. حنا باش يوسخونا بالعمل اللي رانا نديرو فيه في الميدان، اللي قادر يوسخنينا خلي له تزايد، اللي قادر يوسخنينا خلي له تزايد. حتى ما عندناش تبن في كرشنا رانا نهضروا ونديروا، هما اللي عندهم تبن. مشاهدينا الكرام اهلا بكم، نقاش على المباشر اليوم تستضيف نائبة برلمانية مثيرة للجدل، تتحرك كثيرا، معروفة بحرارة لسانها وحرارة تحركاتها. هذه النائبة هي يعني تفتح العديد من المجالات السياسية. اليوم معنا النائبة سليمة عثماني، تشرف بك سيدتي. أهلا. أهلا وشكرا على الاستضافة، وسعيدة أنا بهذه الاستضافة. أنا كذلك وبهذه المقدمة يعني قدمني على أني يعني أولا هنا موجودة كعضوة المكتب السياسي لحزب جبهة التحرير الوطني مكلفة بالمرأة. سيدة سليمة، السؤال اللي بضر الذهن الآن وعلى خلاف النقاشات اللي تكون في بلاطوهات أخرى، نقاش سياسي مباشر، أنا نقول اليوم لو كان نعرفوا المشاهد الكريم، النائب البرلماني دائما يتهم ودائما يقال أنه يعني يخدم نفسه ولا يخدم أقاربه ولا يخدم، لماذا هذا الشيء؟ وهل هذا الشيء حقيقة أم أنه غير حقيقة؟ هو بصفة عامة احنا كي نتكلموا عن النائب هنا للاستثناء الشاذ يستثنى ولا يقاس عليه، نتكلم من النائب البرلماني اللي يقدر يكون موجود، يعني هي كاين أطراف تروج لهذا لحاجة في نفس يعقوب. هادي يا سيدة سليمة في نفس يعقوب، صح في نفس بلال، هي الدرا واش راه موجد لك. كاين ناس مخلصين ونواب راهم يحاولوا انهم يعني يلحقوا انشغالات المواطنين. هل تشوفي باللي المقربين من النظام او السلطة استفادوا من ريح السلطة؟ الكثير من النواب المقربين من السلطة او من يعني حاشية السلطة استفادوا من هذا الريح تاع النظام. واش تقصد بالريع؟ انا يعني شخصيا انا نائب، انا شخصيا انا اتحدى، انا نائبه في البرلمان لعهدتين الحمد لله، يعرفوني الحال العام والخاص. انا احترمك كثير، والان الملايين من الجزائريين راهم يشاهدونا المباشر، لكن ربما كلام كثير يقال على المقربين من السلطه ومن بينهم سليمة عثماني، لماذا؟ لا انه كذلك سليمة عثماني استفادت من ريح السلطة. أنا لم أستفد من شيء. سليمة، حنا على بالنا بلي ما استفدتي من حتى شيء، بصح روحي انتي وفهمي هالبلاد. لابي تاعي على كل على غرار كل النواب. نعم، نتابعوا في التقرير. من هي سليمة عثماني؟ هي سياسية متلونة، تحملت عدة مسؤوليات حزبية وسياسية وأكاديمية. عرفت بشبكة علاقاتها داخل الحزب العتيد، كانت أحد المقربين من الأمين العام الحالي عمار سعيداني الذي ساعده على الحصول على مقعده بالبرلمان. سليمة عثماني النائبة المثيرة للجدل، خرجات سياسية تحت الطلب تشم من ورائها دائماً رائحة تصفية الحسابات داخل بيت الحزب العتيد الذي طالما استعملته للحصول على عقارات وأملاك بولاية بومرداس. تتاجر في كل شيء، أشكارة عنوان معاملاتها التجارية، لها ممتلكات ضخمة بمسقط رأسها واشتراكات تجارية مسجلة بأسماء أقاربها في برج منايل وبومرداس والعاصمة. إنها أستاذة الكيمياء سليمة عثماني. سيدة سليمة، لما جانا هذا التقرير أنا كان الود ودي أني نكلمك. غريب. الود ودي أني نكلمك، ولا كنت الود ودي أنا ماذا بيا نساعدك اليوم ونحطك أمام الجزائريين المباشر. سليمة عثماني، وش ترد على هذا التقرير؟ وش ترد على الاتهامات هذه؟
ما كان حتى اتهامات. انت لما اتصلت بي على غرار كل يا سيدة سليمات اللقاء على اللي كل يعني غرار كل اللقاءات اللي كنت نديرها انا ونشطها. نعم سيدة سليمات ماني انا كنت قادر نعد هذا التقرير بلا ما تكون بلا ما تكوني عندي ضيفه ولا بلا ما تكوني عندي هنا ولا بلا ما نحطك امام المشاهدين على المباشر تردي على الاتهامات هذو. هذا التقرير شكون دار؟ هذا التقرير دار الزميل بلال كباش. انت درته؟ نعم التقرير هذا على اي اساس؟ سيده سليمه هذا التقرير استناد لملفات تاع ملفات امنيه تم منحنا اياها. يقول سليمه عثماني استفادت ما كانت في المكتب السياسي. انا لم استفيد من شيء. اسمع فهمك. اسمع سيده سليمه عثماني. سيده سليمه عثماني استفدت من كل هذا الريع. انا اليوم خليك ردي على هذه الاتهامات. اعطينا لك المجال، فتحنا لك المجال، المشاهدين راهم يشاهدوا فينا. من منحونا الملف راهم يشاهدوا فينا كذلك. انا شوف مفروض يعني اللي انا انسانه صافيه ونقيه وانا لا اعير اي اهتمام لهؤلاء الناس التافهين. كله بنعمتي المحسود. انا ما عنديش نعمه، انا النعمه هذه افتكيتها بخدمتي. انا انسانه جزائريه بسيطه يتيمه الاب. شوف في حياتي ما تعبني واحد وفي حياتي ما ساعدني واحد. انا جزائريه لا شريفه. لا فاهمك. انا ني فاهمه ني فاهمه واش هذا يعني. معليش انا يعني يا سليمه بلا قلق جاوبي على الاتهامات ماشي مدي لنا السيره ديالك. انا كنت متفوقه في دراستي وتحصلت على اعلى الشهادات ودخلت اسمح لي ومعروفه في بومرداز ودخلت للمجال السياسه كمناضله بسيطه. اسمح لي خليني قلت لي وضحي. هل تظنين انه احنا نمدوا ولا راكي تظني انه نمدوا مثل هذه الملفات ونديروهم على المباشر وما يكونش عندنا دليل؟ هذا الشيء بصح اسمح لي اسمح لي هذا الشيء راح يعرضنا للمساءله القانونيه. إيه انا المساءله وانا ساسائل لاني علاه انا نعتبر سألي. هذا اسمح لي بلال بلال اخي بلال أنا. شويه موضوعيه وكان نجوب باش نتكلموا على مواضيع الساعه. تجي انت تقول لي انا تقول لي كذا ويقال انا تحاربت كثيرا وانا في القاعده تحاربت. يا سيده سليمه خلينا وزيد تكلم لي على عمر السعداني. اسمح لي اسمح لي انا كل شوف كل علاش مازلت تمارسي نفس السياسه انه نسيو نخدعوا الناس بالكلام. لا الحف انت اللي راك تخدع في الناس. لا لا الملف 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 إيه؟ يا سيده واش من الملف اللي تتكلم عليه؟ ملف يا سيده سليمه هذا ملف انك عندك عقارات انك عندك ممتلكات استفدتي منهم ب مكانت كنائبه لرئيس المجلس الشعبي الوطني في عهده اليوم اليوم ك كعضو مكتب سياسي. اي عضو مكتب اي مكتب سياسي انا عضو مكتب سياسي للأمين العام للحزب الحاكم عمر السعداني. انا عضو مكتب سياسي الحمد لله عمر السعداني. انا لم اكن يوما من المقربين منه وفي وقت مضى انا جيت في وقت بالخادم فهمتني وما كنتش مقرب ليه. اسمح لي وجيت في وقت المراه اللي كانت ما كاش كانت الكوطه هذا ما يمنعش انك تفتي. لا اسمح لي انا ما استفيد من شيء ولو بيناتنا وبيناتنا الميدان الميدان هذا اسمح لي هذا اسمح لي انا الاعداء سليمة. انت اليوم فاجاتني لاني لم اتوقع منك شيء من الله هذا. غالب سيده سليمه اسمح لي لا هذا غدر لانك انت لما تتكلم اليوم جيب لي روحه كاين عداله كان بيناتنا كان انا ساتابعكم لانه علاه هذا انت ما عطيتنيش حتى يعني الموضوع تاع الحصه لما نجي لو كان نقول لك لا نجيك لو كان نقول لك ما تجينيش لا لا نجيك ما تجينيش انا ما نجيكش انا ما نجيكش نجيك تسمى انا غدرتك هبطه غدرتني وان بليس دو صراك تقول انا نقول لك باللي اتحدى لانه علاه اليوم الا كان الناس حابه تبعث سليمة. في ما انا المناصب نخليها لهم انني نخدم ماشي عبو يريحوا فيك سمعتي اذا انت نهبتي اليوم المناصب اسمعي سيده سليمه خليني لما سميتيني في الدار الان خليني نقول لك الله يخليك خليني نقول لك المهم انك يعني انا نقول لك انا سميت دقيقه سيده سليمه لا سميتيني غدار لا ما قلتلكش غدار غدرتك لا بصح اسمح لي انت تجيب لي تقول لي نقاش سيده سليمه نقاش على ماذا نتناقش اسمح لي اسمح لي اسمعي النقاش اليوم انني نناقش اليوم نائبة سليمة عثماني اللي نهبت وعمت في الولاية بمرداس الفساد والرشوة وكل بقربها من عيب عليك هذا لا موش عيب عليا عيب عليك وانا انا نقول لك حاجة انا كنت حاسبتك باللي صحفي نزيه ولكن تبين العكس وانا اتاسف لا لمثل هذه الممارسات. لا سيدة سليمة كاين مكالمة كاين مكالمة كاين مكالمة سيدة تستهدف امرأة شريفة لا اله الا الله
سيدة أثنى كاين مكالمة هاتفية. والله غربتي والله غربتي. أي شيء أي سليمة على بالنا بلي عندك النيف وتغيري على السمعة ديالك وعلى ديك رانا حكمناك. لو كان كانت صح صغيرة فان تاع الثقة، باسكو كيفاش جيني من واحد اخر بالك كيفاش بلال يستدرجني وانا جاية بنيتي بانا هدر على امور اللي نافعة تنفع واني نتكلم على امور اني حاسة يعني بالمسؤولية وش راه يصرى الان وكا حتى نلقى روحي قدام هدرة شغل تشوكيت ما عرفتش واش نقول. يعني بلال على ويدير هاك بلال انا نعرفه قي كيفاش هذا بلال يشروه وبلال يعني يشروه باي يضربني انا ويدير لي مقلب كيما هذا. انا اعتبرته مقلب مش كاميرا خفية. كل مشاهدين صحة فطوركم وصحة فيك يا بلال، خلقت لي ولعبتها لي ودرت لي مقلب.